بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى رأفت من هندسة القاهرة رابعة طيران. النهاردة إن شاء الله هنحل مسألة كده عن الفيماب، فنبدأ إن شاء الله نفتح البرنامج. المسألة بتاعتنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن بليت فيها هول، المفروض إن إحنا نحسب الستريس كونسنتريشن عند الهول ديت نتيجة أبلايد فورس على جنب من الجنبين. المفروض ان احنا نقارنها بالاناليتكس الانتكال سولوشن احنا كنا خدناه في سنه ايه، في سنه ثالثه. تمام، هنبدا مع بعض. طيب اول حاجه خالص قبل ما ابدا عشان اريح دماغي من الموضوع دوت، ابدا ان انا اعرف الماتيريال والبروبرتيز بتاعتي. تمام، فالماتيريال كانت موجوده في الورقه بتاعه المشروع. قبل ما نتكلم بس عن الماتيريال، عايزين نتكلم عن الوحدات في البرنامج دوت. البرنامج ده من غير وحدات خالص، بس انت لازم تكون كونسيستنت، يعني لو هتشتغل بالمليمتر يبقى تشتغل بالميجا باسكال وهكذا. تمام، فهنبدا بالماتيريال. انا كان حاطط اليونج مودل، بس كان قالب كام؟ كان قالب 72 جيجا باسكال، فلما احولها بالميجا باسكال هتبقى 7.2 و3 اصفار. والبواسون ريشو لازم احطها، لو ما حطهاش هيديني ايرور. وسمي مثلا التايتل بتاع الماتيريال دوت الومنيوم. التنشن ديت هحطها بكام؟ ب 240 ميجا باسكال جاهزة، 240 بس. اوكي، كنسل. موديل تاني احط البروبرتي بتاعتي، تايتل مثلا بليت، انا شغل بليت. التكنس هو كان قايل لي بخمسة مللي، فانا هحطها خمسة على طول. واختار الماتيريال اللي انا كنت لسه عاملها من شوية اللي هي الألومنيوم، وادوس اوكي. هو كده اتسجل عنده الماتيريال والبروبرتي بتاعتي. طيب نبدأ بقى نرسم الايه، الشكل بتاعه. طيب من جيومتري هخش عايز ارسم ايه، الاطار الخارجي، فاختار كيرف لاين وبعد كده كونتينيوس. بيطلب مني هنا احط الكوردينتس بتاعت النقط اللي هيبدأ يرسم منها، هو هحط له نقط ورا بعضها وهو هيبدأ يرسم منها خطوط. فأول نقطة عندي هتبقى عند الأوريجن 0 0 0، بعد كده عند 500 و0 و0، بعد كده 500 و100، كل ده بالملي طبعا، بعد كده عند 0 و100. تمام، ممكن أنا أرسم آخر نقطة، بس أنا لو عملت كانسل هو هيطلب مني يقول لي اقفل لك الكونتور بتاعك. اقول له ماشي اتفضل شكرا. كده بقى معايا الايه، الاطار الخارجي بتاعي. حلو قوي. عايز بعد كده ارسم الهول اللي هي جوه، بروح برضو الجيومتري اختار كيرف سيركل وذ سنتر. اقول له ماشي لو سمحت دخل لي الايه، السنتر بتاع الدايره. فانا السنتر بتاع الدايره هيبقى عند الاكس ب 250 وعند الواي ب 50، وادوس اوكي. يقول لي بعد اذنك دخل لي الريديوس، فاحنا مثلا هنشتغل على الهول الام راديوس مثلا 15. ندوس اوكي. تمام، حلو قوي. انا كده جاست ان انا عملت شويه خطوط، لسه البرنامج ما يعرفش عنها اي حاجه. فانا عايز ابدا اكون السيرفيس بتاعي بتاع البليت اللي انا هحل عليه. فهقول جيومتري سيرفيس ايدج كيرفز، ان هو هيعمل سيرفيس يوزنج ايدجز. طيب هو طالب مني ان ادخل اربع كيرفات، اهم ملحوظه بس في الاربع كيرفات دول، هم لازم يكونوا ورا بعض. يعني لو اخترت 1 2 3 4، ما ينفعش ان انا كنت اختار ده قبل دوت، يعني لازم 1 2 3 4. نعيدها تاني بس عشان نشوف الغلطه فين. عملت جيومتري سيرفيس تاني 1 2، ورحت نزلت اللي تحت دوت وخليت ده الرابع، هدوس اوكي. هقول لا في مشكله خلاص. هو بيقول لك حتى ايه، ان لازم اخر نقطه تكون في اخر كيرف مقابله لاول نقطه في اول كيرف. فقال لك ايه، عادي تاني. هنقول له ماشي، غلطه كانت هنا اهو، انا لازم اختار دوت الاول وبعد كده ده. تمام، فكده عمل السيرفيس بتاعي. حلو قوي. السيرفيس طبعا ايه، خد الاربعه دول، انا مش قايل له حاجه عن، مش قايل له اي معلومات عن الدايره اللي في النص. فلازم دلوقتي اقول له لا لو سمحت في دايره هنا اهوت، وخلي بالك منها ايه، شيلها لي خالص. فانا هعمل ايه، همسك الهول ديت، الدايره اللي انا كنت رسمتها
هعملها بروجكشن على السيرفس، تمام؟ فاروح جيومتري كيرف فروم سيرفس واروح عند بروجكت، تمام؟ اول حاجه طلب مني بيقول سيلكت السيرفس، هختار السيرفس اللي انا عايز ابروجكت عليه، فجست هدوس عليه كده اهوت وادوس اوكي، هو كده اختار السيرفس. بعد كده عايز الكيرف اللي انا عايز ابروجكته، تمام؟ فاختار الدايره ديت، ادي اوكي خلاص. فهو كده الدايره بقت جزء من السيرفس، وهي كده قسمت السيرفس لجزئين، يعني جزء داخل الدايره وجزء خارج الدايره، تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي الخطوه الجايه ان انا عايز اشيل الدايره دي من النص، فاروح عند ديليت هنا فوق عند جيومتري، وانا عايز امسح سيرفس. حلو قوي، عايز امسح سيرفس. الاي دي دوت رقم 2، يعني هو جاهز خلاص متعلم على السيرفس ديت، ما تحاولش ان انت تدوس كده دوت، عشان لو دوست كده هو اختار رقم 1 اللي هو ايه الخارجي، فلو دوست اوكي ومسحت هيمسح لك اللي بره. فانا عايز لما اجي امسح اركز ان انا امسح الاي دي بتاع الدايره اللي هو 2 اللي هو جاهز، فانا جاست هدوس اوكي. الاي دي ده اللي هو ايه، اللي هو كل حاجه هو بيعملها هنا اهو بيسميها اسم، يعني كل حرف من دول ليه اسم، كل سيرفس من دول ليه اي دي زي اسمه كده بالنسبه للبرنامج. فهو خلاص هو مختار رقم 2 اللي هي الدايره، هدوس اوكي واكد له، هو كده مسح الايه الدايره اللي جوه. طيب تمام، بعد كده عايز ابدا خطوه المش دلوقتي، تمام؟ ففي بقى ايه، ان انا هروح المش من القائمه ديت وبتاع والكلام دوت، بس في حاجه افضل بكتير اللي هي المشنج تول بوكس. طبعا الكريدتس بتاعت حوار المشنج تول بوكس ده هتروح لعمرو حسام، هو اللي كان اشتغل عليها يعني. ماشي. فهو كان المعيد كان طلب اللي هو ان المش تبقى قليله مثلا بعيد عن السيركل عن الهول، واجي عند الهول ابدا ان انا ازود المش بتاعتي جامد، عشان هي دي اللي بيحصل فيها التغيرات الكتيره في الاستريسز، تمام؟ هاجي اعمل ايه؟ اخش ادي المشنج تول بوكس. المشنج تول بوكس دي بتيجي منين؟ انا مثلا في القائمه ديت هلاقي ان في الموديل انفو فورميشن، وجنبيها على طول ايه المشنج تول بوكس، خلاص هتلاقيها اتفتحت كده. فابدا افتح اول حاجه الجيومتري اديتنج، تمام؟ هتلاقي ايه فتحت عندي كام حاجه، اهم حاجه عندنا هي الباد والووشر. الباد والووشر، الووشر دي هتبقى عباره عن زي ورده كده خلاص، هترسم حوالين الهول بتاعتي، هو ده هيبقى الكيرف اللي انا المش هتبدا من بعديه تبقى صغيره، والباد هي عباره عن هيبقى مربع، فانا عايز المش تبدا تصغر من اول ما يجي مربع او من اول ما يجي دايره، فهي شكلها لطيف لو كانت ايه دايره كده. حلو قوي. قال لك عايز الاوفست ديستنس قد ايه، يعني انت عايز الدايره الوشر ديت اللي هتتحط هتبقى ابعد من الهول اللي موجوده جوه دي بقد ايه. فانا مثلا هقول له لو سمحت خليها لي ايه ب 20 مللي مثلا، تمام؟ حلو. عايز بقى نختار الحاجه اللي هعمل عليها الوشر، ففي هنا الزرار دوت بتاع سيلكت، تمام؟ وهدوس على ايه؟ على الكيرف دوت، فهو كده عمل لي زي دايره اطار خارجي يحيط بالهول. فانا اللي كل هعمله ان انا هبدا في الحته اللي بره ديت همش فيها مش كبيره، وجوه هنا همش مش صغيره، تمام؟ حلو. طيب في برضو حاجه كده هنستخدمها قدام يعني، وانا بجيب بطلع الريزلتس، ان انا محتاج انا كنت قلت ان انا محتاج اجيب الاستريس ديستريبيوشن عند الخط اللي في النص دوت عند الهول. فعشان اعمل كده لازم ارسم خط في الحته دي، والخط ده يحصل عليه مشنج، يحصل عليه المش، تمام؟ فيبقى عليه اللي هي النودز يعني، يبقى النودز عليه والحل يتحل عليه. ما ينفعش انا مثلا بعد ما اطلع الحل احاول ارسم خط واختاره مثلا واقول انا عايز الحل عليه، لا هو لازم يبقى جوه الحل، يعني لازم الخط ده يبقى جوه الحل. فانا هعمل ايه؟ هروح عند جيومتري وادوس ايه كيرف لاين، وهختار اول واحد بروجكت بوينتس، تمام؟ حلو قوي. قال لي اختار لي حط لي دلوقتي هو ايه اول اختيار دوت الشغل بتاعه، ان انت بتحط له الاحداثي بتاع اول نقطه او بتختار اول نقطه واخر نقطه، وهو جاست بيوصل ما بينهم، تمام؟ بس طبعا دي هتبقى ايه عمليه متعبه، انا اقعد بقى احسب الاحداثيات هنا ايه وايه وايه. فمن اهم الحاجات اللي احنا بنعرف بنعملها يعني في الميثودز هنا اهو، ان ايه هي طريقتك طريقه اختيارك للنقط، تمام؟ فانت ممكن مش عارف ايه اون بوينت اون كيرف ومش عارف ايه،
في حالتنا دي مناسب قوي ان احنا نختار الميد بوينت. ميد بوينت دوت اللي هو انا هختار الكيرف. شوف ازاي دلوقتي خلاص هو قال لي طب اختار الخط اللي انت هتاخد منه الميد بوينت. فانا قلت ماشي انا هختار ايه الخط دوت. تعالى بس نقرب الاول. تمام قال لي اختار الكيرف اي دي، فانا هختار الكيرف دوت. هو كده اختار النقطه اللي في النص، هو كده اختارها، عايز اوصلها بالمنتصف بتاع الكيرف التاني دوت. راح اوصل فعلا. طيب عايز اعمل برضو خط من هنا لهنا، فاختار الكيرف دوت. اوكي اكتب الكيرف اللي تحت. تمام نفس الكلام تحت اهو، وادي الكيرف التاني اخيرا. تمام هو كده رسم اربع خطوط ايه على الخط، ان انا بقى المفروض بعد كده همشي عليه وهحل عليه ويطلع الايه السوليوشن اللي انا عايزه يعني. تمام طيب حلو قوي. هعمل حركه كده صغيره هنفهم ليه بعدين، ان انا عايز ابروجكت الاربع خطوط اللي انا عملتها ديت، اعملها بروجكشن على السيرفيسز اللي انا كنت عملتها اصلا. يعني هو دلوقتي انا رسمت خطوط بس دي مالهاش علاقه بالسيرفيس، يعني انا رسمتها عليهم وهو ملوش دعوه، يعني هو السيرفيس ما يعرفش ان هو اترسم عليه خط، فلازم اعمل له ايه بروجكشن. فاروح عند جيومتري بعد كده كيرف فروم سيرفيس وبعد كده اعمل ايه البروجكشن. حلو قوي. هاجي عند السيرفيس اللي جوه دوت النص ده الاولاني، هو قال لك ايه اختار لي السيرفيس اللي انت عايز تبروجكت عليه. فانا اختار النص الفوقاني. عايز تبروجكت عليه ايه يا عم؟ ابروجكت عليه الايه اللاين دوت. ادي اوكي. تلاحظ ان هم اتفصلوا عن بعض، شايف ازاي؟ شايف السحر، شايف شايف البطه. تمام بعد كده اختار السيرفيس الثاني، ادوس اوكي وبروجكت عليه الخط دوت اهو، اتقسموا كلهم. حلو قوي. عايز ايه الخطين برضو اللي هو فوق وتحت دول يتقسموا على السيرفس اللي هو بره الدايره دي اصلا. فانا عايز اختار الايه الاوتر، انا كده اخترته بس اوكي. قال لي يا عم انت عايز تبروجكت عليه ايه؟ فانا اقول له لو سمحت حط لي عليه الايه الخطين دول، مش لازم اختار واحد واحد يعني، هو طالما سيرفس واحد ممكن احط على اللي انا عايزه يعني. كده اخترت الخطين ودوست اوكي. تمام كده هلاقي ايه؟ ادي ده النص الشمال لوحده والنص اليمين لوحده والاربعه اللي جوه دول ايه منفصلين يعني. حلو دلوقتي انا مستعد اعمل مش. طيب خلاص انا خلصت الوشر، فمش محتاج الجيومتري اديتنج ده، اقفله لابس اول عشان اقفله. ماشي عند المش سايزنج والمش سيرفس. المش سايزنج دوت اللي هو انا بقى ايه هقسم الكيرف، اختار مثلا كيرف بقى احط مش عارف 10 ويقعد يقسم لي الكيرف وبعد كده اعمل مش عليه، فده فاكس منه خالص. احنا هنخش على طول على مش سيرفس. تمام مش سيرفس الاول هروح اختار البروبرتي اللي انا كنت عملتها دي مهمه برضو، بليت انا كنت عملتها اوريدي مش هغير اي حاجه. هنا عندي اربع اختيارات، يا اما اعمله element ثلاثي تراي او تراي معدل، معرفش ايه تراي ده بس فاكس يعني، او مربع او مربع هاي يعني اعلى منه. احنا مثلا ايه هنقول ان انا هختار اللي بره دول اللي بره اللي على الجنبين يبقوا مربعات ويبقوا كبير كبار، واللي جوه دول هيبقوا مثلثات عشان حتى قريبين من الدايره بيبقى افضل يعني. ماشي هبدأ انا اخترت المربع. عايز المش سايز كام يا عم؟ اقول مثلا 10 ومفيش حجم معين يعني، انت ايه انت بس حط اي رقم كده وحطه وشوف هو هو كبير مناسب ولا لا. تمام خلاص انا حطيت الحجم وحطيت كل حاجه، محتاج بقى ايه ان انا اختار السيرفيس اللي انا همشه. تمام سيلكت اختار جاست كليك ان انا اكليك كده على السيرفيس طلعت كونسيستنت وشكلها حلو. تمام حلو كده ايه عملت اللي بره. عايز بقى اعمل الاربعه اللي جوه دول، فانا قلت ايه هنختارهم مثلث واخلي مثلا ايه المثلث دوت 2 مثلا. تمام خليها 2.5. يلا سيلكت اهو واختار الايه اللي جوه دول طبعا ايه بكل سهوله كونسيستنت وزي الفل شكلها حتى ملاصق كويس يعني. والميزه بتاعتها كمان هتظهر بعدين يعني، الفكره كلها مش ان انا مش الفكره كلها ان انا يكون سهل بالنسبه لي ان انا اعدل المش، لان انت عندك مثلا انت محتاج تعمل مش كونفرجن، فانت هتعمل كذا خطوه يعني، هتعمل مثلا بالمش ام 2.5 وبعد كده هتروح تعمل مثلا مش ام 3 وبعد كده ام 1، فان انت تفضل بقى تعمل كل خطوه من دي صغيره في نفس الهول، انت كل ده احنا في هول واحده، تقعد تدرس من الاول عشان تعمل مش ومش عارف ايه، فاكس اقعد مش التول بوكس دي ايه على وضعها جدا. تمام كده خلصت المشي.
خلاص حلو قوي. عايز بقى ناقص لي ايه كده عشان اعمل السوليوشن بتاعي؟ ناقص لي احط الباوندري الكونستينتس وبعد كده احط الفورسز. تمام، فاروح عند موديل، اروح عند اللود، اللود بتاعي لما لو ما نشوف هنا اهوت قال لك ان هو ابلايد بريشر على الايدج. خلاص، فانا بما ان الايدج بتاعي مش هينفع احط عليه بريشر لان البريشر مش هيتحط الا على سيرفيس، فانا هحط فورس اون كيرف. هنشوف ازاي دلوقتي. هحط في موديل، بعد كده لود، بعد كده لود اون كيرف. تمام، طيب هيقول لي التايتل حاجه فورس مثلا. اوكي، طيب قال لي اختار لو سمحت الكيرف اللي انت عايز تحطها للفورس. احنا مثلا نحط هنا اهو، دوس اوكي. هنا بقى ايه نوع الفورس اللي انت عايز تحطها؟ فاحنا هنحط فورس برلين. تمام، نحط كومبوننتس عادي، مفيش بس غير عندي في الاكس. دلوقتي هو ايه المفروض ان انا عندي فورس برلينث، وهو اصلا كان مديني مثلا كان مديني كام؟ كان مديني 50 ميجا باسكال كبريشر. فانا كل اللي اعمله ان امسك ال 50 واضربها في الثيكنس بتاعت البليتا. ثيكنس البليتا كانت ايه؟ كانت 5. فهيبقى كله على بعضه ان هي هنا بقى في كام؟ هيبقى في هنا 250. 50 في 5 250. تمام؟ حلو قوي. بس ادوس اوكي. كده ظهر لي ايه؟ ده كده ديستريبيوتد فورس على الايدج ديت. خلاص، اخش بقى عشان اعمل كونسترينتس بتاعتي. الكونسترينتس بتاعتي بقى كانت ايه؟ كان هو عايز هنا على الايدج ديت مفيش ترانسليشن في الاكس. خلاص، يعني هو بيمنع الترانسليشن في الاكس، وعند الكورنرز ديت فيكسد. تمام، فانا هبدا الاول بايه؟ هحط الايه بتاعت الايدج ديت الاول. فاقول كونسترينت كونسترينت اون كيرف. تمام، قال لي يا عم ماشي اي حاجه بلا 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 فاكس. بعد كده اوكي. تمام، قال لك اختار لي يا عم الايدج. ادي الايدج اوكي. عايز نوعه ايه؟ هنقول انا مش عايزه، اخترت اللي هو دوت بلا 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 مش عارف ايه، وهنختار ترانسليشن في ترانسليشن في الاكس، ان هو يمنع الترانسليشن في الاكس. ندوس اوكي. خلاص، هو كده منع الترانسليشن في الاكس. طيب بعد كده هخش موديل، عايز بقى اخلي فوق وتحت فيكسد، فاختار كونسترينت اون بوينت. تمام، حلو، قال لي لو سمحت اختار لي النقط اللي انت عايز تحط عليها كونسترينت. فانا اخترت النقطه اللي فوق والنقطه اللي تحت. تمام، قلت له اوكي شكرا يا معلم. بس واخليها فيكسد زي ما هي كده، ادوس اوكي. كده بقت هي فيكسد فوق وتحت، وعلى الايدج دوت كله ايه؟ ممنوع في الاكس يعني. بس ادوس كانسل. حلو، انا كده عملت ايه؟ عملت بروبرتي وعملت الماتيريال وعملت المش وعملت الفورسز وعملت كل حاجه. انا كده مستعد ايه اعمل الحل بتاعي. هروح موديل ادوس اناليسز، اعمل نيو اناليسز، تايتل اناليسز 1، واحاول بقى التسميه تبقى حلوه كده. يعني التسميه مثلا فيها انت بتعمل هول رقم كام، بالمش رقم، بالسايز رقم كام، وهكذا، عشان بس ما تلخبطش يعني. بس ندوس اوكي. ادي انالايز، بس هياخد وقت بقى وكلام فاضي كده. ماشي، لازم اعمل لود ريزالتس. الحمد لله ولا في فاتال ايرورز ولا في وورنينجز. لو في فاتال ايرور هتلاقي مثلا ناسي كونسترينت، ناسي مش عارف ايه. فان شاء الله ندعي ربنا كده ان ايه ما يطلعش وورنينجز ولا اي حاجه. ندوس كونتينيو. كده انا السوليوشن خلص. تمام، عايز يا عم تعمل الديفورميشن بتاعك اهو زي الفل اهو. تمام، تقول لي ليه طب يروح ويجي بسرعه كده او جامد؟ ده عشان هو معمول له سكيل، يعني هو هي يعني بتبقى حركه صغيره بس هو بي اكزاجريت، فاهم؟ دراما كوين، يحس ان ايه اتبهدل جامد يعني. فانت لو عايز تمنع الحكايه دي انت بتخش في القائمه ديت، خلاص بوست اوبشنز، تدوس على القائمه هتلاقي في ايه اكشوال ديفورميشن اللي هو حقيقي بقى من غير دلع يعني. بس هتلاقي ان هو اصلا تقريبا ما بيتحركش يعني، هو يعني لازم تزود جامد قوي عشان تشوف، مش عارف اصلا اتحرك ولا لا، ضعيف جدا يعني. بس احنا على طول ايه بنحب نكزاجريت من اي حاجه يعني، فانا هشوفها كده مش مشكله. طيب عايز اشوف الكونتور مثلا، ادي الكونتور اهو. شوف، طب نتاكد من حوار السيس كونسنتريشن، فعلا عند الحته ديت هي اعلى ستريس. تمام، طيب حلو، انا كده خلصت. عايز بقى انا اطلع
results ارقام على مثلا اكسل ولا حاجه عشان خاطر ارسمها، تمام؟ فاعمل ايه؟ طيب هروح ادوس على حاجه اسمها في نفس القائمه اللي احنا كنا طلعنا بيها الميشنج تول دي، داتا تيبل، تمام؟ واجي هنا اهوت اعمل انلوك، هتلاقي قفل كده مقفول، احنا عايزين نفتحه عشان هو مانع ان حد يحط اي ارقام هنا، فاحنا هنقول لو سمحت ايه افتح لنا القفل ده، تمام؟ حلو قوي. اروح عند ليست اوتبوت ريزلتس تو داتا تيبل، خلاص دوس اوكي مش مهم. طيب هنا هو على ايدي الشمال انا اختار السوليوشن اللي حاصل، فانا اختار اخر واحد مثلا. هنا هو بيقول لي كل الاوتبوتس اللي انا ممكن اطلعها، تمام؟ فانا عشان بدل ما ادور اروح انا مثلا انا عايز الاستريس مثلا، فاقول له ايه لو سمحت اعمل لي فلتر للايه للاستريسز اللي موجوده عندك، فبقى ممكن اختار ايه التوب اكس نورمال ستريس او وات ايفر، بس احنا هنختار ايه فون ميسز في البليد توب فون ميسز ستريس، بس قشطه يعني هتبقى او الاكس ستريس قشطه واحد يعني انت ما عندكش غير فورس في اتجاه واحد. ادوس ايه اوكي حلو. قال لي بقى ايه؟ قال لي اختار الاليمنتس اللي انت عايز تجيب عندها الفون ميسز، فانت هتلاقي الماوس بيعلم على الاليمنتس اللي انا كنت راسمها، بس انا مش عايز كده، انا كنت عايز الاليمنتس اللي على الخط دوت، فانا مش عارف اختارها، فهنروح لايه للميثود اللي احنا كنا قلنا عليها دي. الميثود ديت هي اللي بتخليك تعرف انت هتختار ايه، هتختار اليمنت ولا نود ولا بوينت ولا ايه بالظبط. فاقول له لو سمحت لا انا عايز اختار كيرف، تمام؟ فقال لي طيب يا عم انت عايز تختار كيرف، اختار لي الكيرفز اللي انت عايزها. فانا اقول له ماشي يا عم انا عايز الكيرف ده الكيرف ده بس، كفايه كده اللي تحت اكيد هيبقى زيه يعني، خلاص انا عايز بس الكيرفين دول، وادوس له اوكي شكرا يعني. حلو قال لك 20 element selected، يعني هنا في 20 نقطة، وادي تحت هنا الايه اهو، هنا هو على جنب هنا ادي ال stresses ال bone misses stresses على الخط دوت، تمام؟ طبعا لو هبص كده هلاقي ايه ان هو مش ماشي بالترتيب، 78 96 مش عارف 64، فالدنيا مش مظبوطة، مش عارف ليه بقى ما بيطلعش معدول يعني، بس احنا ايه مش هنتعطل يعني. اهم حاجه بس ان احنا دلوقتي ايه هنسيف، هنوريكم ازاي هنعمل ايه مع الداتا دي. هنسيف الفايل، عايزين نسيبه في اكسل، فهو ما شاء الله عليه يعني ايه ذكي جدا، فمسمي الاكسل مش مسميه اكسل، مسميه كوما سيبريتد تكست، تمام؟ هنسميه ايه تيست مثلا، تيست واحد اهو، خلاص وندوس سيف، بس هو كده ايه سيف. نروح بقى نفتح الفايل تست واحد دوت، خلاص ادي عندي ال 20 نقطة اللي هو كان اختارهم. انا بقى هعمل ايه؟ انا هقول له يا عم انا متأكد ان شاء الله ان هم ايه ان هم كويسين وصح يعني، بس هم مش مترددين، فانا هرتبهم لك. انا هعمل سورتنج لدول شوية دول، وانا سورتنج مش مهم اعرف مين، هو اكيد يعني هيبقى الكبير هو اللي جنب الهول يعني، بس انا مش فاضي اقعد بقى ادور ولا اني element هو اني واحد. احنا ممكن نعرف يعني بالالمنت اللي على الاي دي بتاع الالمنتس دوت، ونروح ندور اشوف فين الالمنت ده والالمنت ده، بس فيكس يعمل سورتنج سورت سمولست تو لارجست، وبيقول لي بقى اظبط لك كل الصفوف اللي جنبها، اقول له ماشي يا عم ظبط ورتب خلاص. طيب دلوقتي عايز ارسم دول، اخترتهم كده وسلكت، وبعد كده انسرت، بعد كده ايه اختار تمام، بس فدي الرسمه اللي طلعت. طبعا الرسمه ايه مش لطيفه يعني هي بتعلى، واضح طبعا ان هنا اعلى حاجه، هي شبه الرسمه بتاعت اللي احنا كنا خدناها في سنه ثالثه بالشكل دوت، بس غالبا يعني إيه لو زودنا عدد الاليمنتس عن كده اعتقد ان هي ايه تبقى مور سموث يعني، تمام. طيب نرجع نيجي بقى لاهم اهم خطوه. انا دلوقتي حليت حل وعايز اغير المش، اول حاجه عايزين نغير المش. حلو قوي، زي ما قلنا هنعمل ايه؟ ادي المش تول بوكس العظيمه بتاعتي، هروح عند مش سيرفيس، مش عايز تفتح افتح اعمل مش سيرفيس، تمام. بليد كل حاجه مظبطه، انا الاثنين ونص بقى اللي كنت عملتها دي عايز تبقى كام بقى؟ عايزها مثلا تبقى واحد،
خلاص، اقول له يا عم سيلكت واختار تاني بقى. طبعا ايه صغره جدا، صغره جدا، تمام. تقريبا لا يرى بالعين المجردة يعني، لازم مايكروسكوب. حلو، فورسز عندي وكل حاجة مظبوطة. شوف انا غيرت جاست المش في لحظة اهي. نعمل ايه؟ موديل واناليسيس تاني. طبعا فاكس بقى الاناليسيس القديمة، نعمل نيو بعد كده اناليسيس 2. ندوس اوكي، ماشي. اعمل كمبيوتر بعد كده ندوس انالايز. شكرا يا عم، مفيش، الحمد لله. سجلت شكر، كونتينيو، شكر، اقفل. شوف الديفورميشن باظ، ماشي يا جماعة. هو ما بص على حاجة الحمد لله، عشان بس هي كان شكلها وحش جدا. هو بص اللي حصل تقريبا كده، ان هو عمل الديفورميشن دوت الجديد على الديفورميشن القديم. فانا صلحتها ازاي؟ ان انا دوست على اف 4، تمام، وقلت له ايه ديفورم ستايل، قلت له عايز ديفورم، تمام. وهنا دي ديفورمد اند كونتور داتا، دخلت عليها. بس هي الفكره بقى ان انا اخترت ان هو اخر واحده انا لسه عاملها، هو كان لقيته كان مختار القديمه. فطبعا ده ما يصحش، عيب يعني، انا لسه واحد عامل واحده جديده فنختارها يعني ولا ايه؟ بس فاخترت الجديده ديت، او ديفورميشن اللي هيظهر هو بتاع التوتال، والكونتور اللي هو ايه بتاع الفورميس. دوست اوكي ودوست اوكي بس، فاتظبط وتعدل، تمام. زي الفل. ماشي، نعمل برضو نفس الخطوه بقى اللي فاتت، ان احنا بقى ايه نروح ليست مش عارف ايه موديل. تعالى طب نجرب كده، يمكن تطلع مور سموث، يعني مور سموث. اوتبوت ريزلت وداتا تيبل، شكرا اوكي. عايز ايه يا عم؟ عايز اخر واحده دي لو سمحت، واعمل لي فلتر للستريسز عشان عايز ايه فونيس. فين الفونيس؟ اي توب بليد فونيس، ماشي. انا اختار الاليمنت، هقول لا مش عايز الاليمنت، انا عايز كيرف، تمام. اختار الكيرف دوت والكيرف دوت، ادوس اوكي. قلت له على جنب، قال لك 144 بقى المره دي، المره اللي فاتت كانوا 20، المره دي 44. ف على كده بريدكشن اللي هو ايه ان شاء الله يكون افضل يعني. تعالى طب نقرب كده نشوف الماكسيمم فعلا هنا في النص. زي الفل، زي العسل، زي العسل. ايه ده؟ نقفل ده، مين ده؟ التالت طبعا، مش مهم. نقفل ده، الحمد لله. ماشي، يلا نروح بقى على اكسل، نسيف تاني، سيف. تيست 2، بس اهم حاجة ايه؟ الاكسل لو اسمه كوما سيبريتد تكست، وندوس سيف. شكرا يا عم. نروح تاني، خلاص ده القديم ده فاكس منه. نروح فين تيست 2؟ صباح الفل، ده راح سيفه نوت باد. سيف وادي يا عم، تيست 2. لا مش تكست، عايز واي وكوما سيبريتد ده. سيف يعني كده، سيف يعني. خلاص ما تسيفش، ماشي. تيست 2 اهو 44، ايه 44 نقطة المرة دي. حلو، نعمل ايه السورتنج بتاعنا؟ سورت سمولست تو لارجست، سورت كله يا عم، شكرا. انسرت، سمحت عايز ارسم جراف بعد اذنك. حلو، شايف شكله بقى عامل ازاي بقى؟ خلاص قرب من الايه، من الكيرف اللي هو ايه اللي احنا كنا خدناه قبل كده، ده الاكزاكت الاناليتيكال سوليوشن يعني. فغالبا يعني لو زودنا كمان هيبقى، بس مش عارف بقى القيم لسه ما اتشكتش عليها، هل فعلا اخر قيمه هي اللي عند اللي موجوده بالظبط ولا لا. طيب هنيجي برضو خطوه صعبه تانيه، ان انا لو عايز ان انا خلصت خلاص المش كونفرجن بتاع الهول ديت، عايز بقى اغير السايز بتاع الهول، تمام. فالسايز بتاع الهول ده بقى ايه رخم شويه يعني. كولابس هول كده. طيب هديليت المش بتاعتي، عايز اديليتها. راند موديل
ديليت موديل، وعايز اشيل المش، اشيل سيلكت اول، اشيل كل حاجه خلاص. حلو كده، هنعيد بقى من الاول تاني، بس مش من الاول تاني قوي يعني، هو جاست اللي هو ايه الحته دي. طيب انا عشان اغير السايز بتاع الهول ديت، اروح طبعا المش تول بتاعت العظيمه، مش التول بوكس، اروح عند فيتشر اديتنج، تمام، هروح عند حاجه اسمها ريسايز الهول. طيب فقال لي الهول دايمتر عايزه تبقى كام؟ انا مثلا ايه مش عارف، كنا عاملينها ب 15 ولا ايه، اعملها مثلا ب 20. الدايمتر هنا خلي بالك غير الريديس اللي احنا حاطينه في الاول. طيب والسلكت هنا بقى ايه المشكله، هو مش عايز سلكت ليه؟ ليه؟ لان هو مربوط يعني اوفر ديفايند بالخطوط اللي هي حواليه ديت، الخطوط اللي على اليد دي قفشاه، مش عارف ان هو يختار السيركل فيكبرها. فاحنا هنعمل ايه؟ هنمسح بس الاربع خطوط دول ونرجع نحطهم تاني. فهعمل هنا فيتشر ريموفل كيرفز، واشيل بس الايه ونختار طبعا سيلكت، وادي الاربع خطوط بتاعتي مش عايزهم، شكرا مع السلامه. شكرا، هعمل فيتشر ريموفل، احط فيتشر اديتنج ريسايز هول، عايز 20، اختار. شايف ازاي يعني انا مش اي حاجه غير ان انا غيرت الايه السايز، عايزها كام مثلا 60، مش عارف 60 دي هتروح فين، مش عارف اسمها كده بس ماشي، نخليها مثلا ايه 15 مثلا، او الدايمتر مثلا 20، تمام. حلوة، ادي ال 20 بتاعتي خلاص. طيب اعمل ايه بقى تاني؟ كلها بسهولة، عايز ارسم الخطين دول تاني، معلش نعمل جيومتري لاين بروجكت لاينز مثل زي ما قلنا، عايزين حوار الايه ار ميد بوينت جاهز قشطه. لا بلاش ميد بوينتس عشان هو خلاها نصين دايره على الجناب، فهنغير هنخليها ايه بوينت، انا شايف بوينت كده هنختارها دلوقتي، هختار اوصل من بوينت ديت لحد ماشي، هرجع تاني اختار الميد بوينت واختار ديت كده اول نقطة، وتاني نقطة زي ما قلت انا اختار البوينت كده، اوصل اول خط ماشي. تاني خط ان انا اختار البوينت اللي تحت، وعايز اختار الميد بوينت بتاعت نص الدايرة التحتاني، ميد بوينت ادي نص الدايرة التحتاني، وندوس انتر او اوكي يعني. خلاص حلو قوي كده، الخطين دول اترسموا، بس ستيل لسه عايز ابروجكت الخطين دول على السيرفس. هقفل ده، اروح جيومتري بروجكت اهي كيرف فروم سيرفس. طيب انا عايز اعمل على الخط دوت على الدايره ديت، اوكي ده السيرفس اللي انا بروجكت عليه. عايز تبروجكت عليه ايه يا عم؟ عايز ابروجكت عليه لو سمحت الخطين دول بعد اذنك يعني، دوس اوكي، اتفصلوا كده ايه نصين. في الحاله دي بقى ايه قشطه يعني، مش لازم اعملها اربع تربع، هو اهم حاجه بس انا كنت عايز افصل اللي بره ده الاثنين اللي بره دول عن بعض، انما الاثنين اللي جوه قشطه يعني مفيش مشكله، وكنت عايز يكون في خط ده موجود يعني، الخطين اللي كانوا بالعرض دول ما كانوش ليهم لازمه يعني، بس هم اتعملوا كده لوحدهم. حلو قوي، نروح بقى نعمل مش بتاعتنا، مش سيرفيس مش دعوه مش سايزنج دي اصلا، وادي البليت متظبطه وكل حاجه زي العسل. مش سايز مثلا 1، اختار بقى اختار ده لو سمحت وده، وعايز مش سايز 10 على اللي بره دول، ميرسي ميرسي كلها بسهولة خلاص كده، عملت المش وادي الفورسز موجوده كل حاجه زي العسل. موديل اناليسز نيو اناليسز اناليسز 3، ندوس اوكي. بعد كده محتاجين نعمل ايه بقى؟ انالايز صح، يا رب ما يطلعش فاتل ايرورز يا رب، الحمد لله سجلت شكر خلاص. غالبا بقى لو جينا نعمل ديفورميشن هلاقي ايه الدنيا باظت، not available for post processing. طيب شوف بقى المشكله دي ثانيه واحده، الحمد لله يا جماعه برضو ايه
كانت المشكلة كلها في موضوع ان انا بختار عايز اعرض اني حل، فروحت دوست على اف 4 ودخلت هنا. هو اصلا ما كانش مختار اي حاجة، اصلا كان الحاجات دي فاضية، فروحت اخترت اخر حاجة انا لسه حالل عليها، واخترت الاتنين دول توتال ترانسليشن وفون ميس ستريسز، يعني توتال ترانسليشن كديفورميشن وفون ميس ستريسز للكونتور، ودوست اوكي فظهرت لي بقى وكل حاجة زي الفل الحمد لله. بس وخليته بقى يلعب كده وبتاع، وجيت بقى ايه عايز اركز كده اخش في النص عشان اشوف ال زي الفل في النص اهي. وغالبا اصلا لو الهول دي ضيقت قوي هتلاقي ان ما حصلش عليها ستريس كونسنتريشن تقريبا، يعني حصل معايا قبل كده في اصغر واحده دي ما لقيتش عليها ستريس كونسنتريشن. بس وهنعمل بقى ايه حوار الليست وان مش عارف ايه، نوديها الاكسل وبلا بلا بلا وبس. المفروض بعد كده ان احنا بقى نروح نفاليديت الكلام ده مع المعادله ديت الاناليتيكال. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.